إجبارهم على احترام التزاماتهم القانونية. ثالثا، يتوجب علينا وبشكل أكثر منهجية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بهدف ترميم البنية التحتية الحيوية واستعادة الخدمات الأساسية التي تضررت وتعطلت بسبب تأثير الأعمال العدائية في المدن. وقد أصبح هذا الالتزام أكثر أهمية نظرا لوقوع العبء الأكبر للنزاعات القائمة على عاتق الأطفال، وعليه نرحب بما جاء في القرار 2601 من حيث أهمية استمرارية التعليم أثناء النزاعات والإمكانات التي يمكن للتكنولوجيا أن توفرها، وخاصة المنصات الرقمية في الحد من حالات تعطل عمليات التعليم. كما يعد تطوير وتعليم ودعم الطرق التي تسمح للأطفال مواصلة تعليمهم حق في خضم النزاع وأمرا ضروريا لتطورهم. رابعا، فإن الاستراتيجيات تصبح أكثر فعالية عند المساواة في إشراك النساء والرجال في عمليات المشاورات وصنع القرار. لذلك ضروري أن نمكن النساء والفتيات من المشاركة بشكل كامل ومتساوي وهادف في هذه الجهود، كما أن إدراجهم في هذه القطاعات وجميع القطاعات العامة والخاصة يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق التعافي والمساعدة في منع تجدد النزاعات. سيدي الرئيس، تعد المناطق المدنية مراكز أساسية للحياة المدنية، وينبغي أن أفضل ونقر بأن أفضل طريقة لحماية المدنيين هو منع نشوب النزاعات من البداية. تظل الإمارات العربية ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة ودول الأعضاء لمنع النزاعات واتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز حماية المدنيين في جميع الأوقات. وشكرا. أشكر صاحبة السعادة سيدة نسيبي على بيانها. أتيح الكلمة الآن لممثل المملكة المتحدة. شكرا جزيلا سيد رئيس الوزراء ستور، وشكر موصول لسعادة الأمين العام والسيد ماور والسيدة المتوكل على هذه الإحاطات. نعبر عن تقديرنا للنرويج على دعوتي لهذه المناقشة بلغت الأهمية، والتي يؤشر حضور سيد رئيس أو نائب رئيس غانا ورئيس وزير خارجية الغابون على أهميتها. يدفع المدنيون الثمن الباهظ على civilians find themselves the victims of terrible violations of international humanitarian law. ما يطال المناطق المدنية في النزاعات.